أنا استوقفني ملك الجبال، لا شك أنه لو قال أطبق عليهم الأخشبين فهذا اختيار شيء من من رب الله العالمين. سبحانه. فيوم أعرض بعض المفاهيم في البراءة من المشركين أقول يجب أن يطبق عليهم الأخشبين، استغفر أقول المفهوم الخاطئ. نعم صحيح. فأعود على مفهومي بالتصحيح، صحيح أنه لو كان هذا المفهوم يوجب ذلك لفعله، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل فمفهومي يحتاج إلى تصحيح. الجميل في كلام الشيخ لما تقول البوصلة يا شيخ، في واضح أنه في سمت عام للإسلام، يعني لما تأتي للقرآن يقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وهناك يقول الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. طب في الإسلام يعني. أي في المشركين. طب في الإسلام هناك أمور يجب أن توصل وهناك أمور يجب أن تقطع، لكن جعل السمت العام أنه هو الصلة، الصلة وليس القطيع. صحيح. يعني لم يأتي في القرآن مثلا الثناء على المؤمنين أو الطلب من المؤمنين بأن يقطعوا ما أمر الله، بأن يقطعوا ما أمر الله أن يقطع، أن يقطع أي. لأنه لم يأمر الله أن يقطع، هذا يعني كتقريب فقط. نعم. قصة الشاب اللي قال أنا أبغضك في الله، فأنا أقول بعض الشباب طيب إذا قالك واحد أنا أبغضك في الله وش السنة؟ تقول أبغضك الله الذي أبغضتني فيه، لأنه ما في يعني ما يجب أن يكون هذا موجود أصلا. نحن تعلمنا الحب، أحبك في الله. فيعني أحيانا استشعار المعركة، يعني تحويل الإسلام إلى معركة، هذه مشكلة كبيرة.